إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به وأنه ميل عن المولى بلاده المفتقرين الفخلاء وأن في رعي القلوب تعبا إن ترضي بعضا فر بعضنا غضبا بخلق نوري رضاه لا ينتظر رضا المصور العزيز المقتدر وما نح باب أمه يرين بقلبه فطبه اليقين وجعله للموت نصب العين فهو صابون لهذا الرين أعلم بأن حبها الذميم ما لمحض أو التزود إلى المعاد الجاسي أردت أن تخلي له ذكرنا أمس كم من أمير نال منه أمله ثم استوى الساجد والمسجد ذاك محسوس ذاك محسوس ولكنها كما قال تعالى ولكنها لا تعمل أبصار فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور أما هو محسوس ما يحتاج واحد يقول لك كم من أمير نال منه أمله تترى ثم استوى الساجد والمسجد له وبعد والتفات عن رب العالمين من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إلى عباده المفتقرين البخلاء فقير بخيل ذلك غني يجير ولا يجار عليه وبيده ملكوت كل شيء ولا يحتاج لأي شيء ولا يتعلق به أي شيء غني قبل وجود المغنيات وكذلك بعدها غناه صفة ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء غني قبل وجود ما يغني به الناس ولا يحتاج ما وجد بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون انتقال منه إلى مفتقر ليس بيده أي شيء وهو بخيل أيضا بخيل وليس بيده شيء يقول ابن آدم مالي ومالي أنت مالا ليس مالك أنت أولا هذا ليس مالك هذه دعوة باطلة يعني لأن الله تعالى يقول في الحديث مال مال الله وما أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أنتم حراس قرداية بالحسانية أنتم حارسون فقط لا غير ذلك الحارس لا يملك ما في الخزانة الله تعالى صرح وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وهو راعيكم وناظر إلى أنتم فيه إلى ما أنتم فيه مستخلفين إلى ما أنتم فيه مستخلفون فإن أحسنتم الخلافة فإنما هي أعمالكم ووفيها إياكم وإن لم تحسنوها فلا يلومن أحد إلا نفسه الوضع واضح الحديث القدسية وغيرها والآيات البينات وضحت كل شيء إنما هي أعمالكم ووفيكم إياها فمن عمل خيرا فليحمد الله تعالى ومن عمل غير ذلك وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي فلا يلومن إلا نفسه من عمل شرا فلا يلومن إلا نفسه الطريقة واضحة ونهج السبيل واضح لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمتي نهج سبيل النبي صلى الله عليه وسلم واضح واضح جدا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك درهما ولا دينار ما ترك أي شيء واحد يريد أن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر واضح واحد يريد أن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واضح ما أحب المنزلة راودت في الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم أي منزلة لا يمكن أن يجدها الرئيس الأمريكي حتى ولا فرعون لا أقول الرئيس الأمريكي هذا فقير على فرعون ولا هامان ولا قارون لا يمكن أن يجد أن تسير الجبال نحوه ذهبا هذا الشيء لا يتخيله العقل جبال تسير ذهبا قد تكون كما يعني ما تصورونه في التلافز والطبيعة الأرضية أما جبال تسير ذهبا هذا شيء آخر هذا عالم الخيال حقيقة هذا فوق المعقولات حسب ما تحوس الجبال قالوا إن أردت أن أجعل هذه الجبال تسير معك ذهبا قال هذا قال ليس بالأصل يعني هذا تراب ما على التراب تراب فأراها أيما شمم
وأكد زوجته. وكم يضطر صلى الله عليه وسلم لقوت يومه ولا يفكر عن ذلك اختيارا، لأن افتقاره صلى الله عليه وسلم واحتياجه كان عن اختيار، لأنه جاءه جبريل وخيره، لأن الله تعالى يخيره بين أن تكون نبيا ملكا تملك الدنيا كلها تسير حوله، أو تكون نبيا عبدا. قال اختاروا العبودية، أجوع يوما وأشبع يوما. هذه هذا هو الملك الكامل. الملك الكامل أن يهيئ للإنسان الملك ويرفضه، هذا هو الملك الكامل. أعراض عنها للتنزيه، إعراض ليس كمثل تسديد، هذا فقط لا، ولا يريدها أصلا. وإذا أتت أيضا ينفقها يمينا وشمالا، لا المنزل لا يحبها، لا يحبها. وأعطاه الله إياها، ما تواضع أحد إلا رفعه الله، ما نقص صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعوف لا عزة. وما تواضع أحد إلا رفعه الله، وما تواضع أحد إلا رفعه الله، وما تواضع أحد إلا رفعه الله. وأنه ميل إلى عن المولى إلى عباده المفتقرين البخلاء. وأيضا إذا ملت وملت أنت أيضا سترجع صفر اليدين. وإن في رعي القلوب تعبا أن ترضي بعضا فر بعض غضب. وليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، هذا عالم كله. وقلوبه بنفس الواحد يتغير قلبه للحظات واحد، وأما هم قاع كلهم على قلوبهم مختلفة أصلا قاع. أما الواحد هو يتغير قلبه يوميا، ولذلك كانت أقسام النبي صلى الله عليه وسلم غالبها لا ومقلب القلوب. فالواحد يتغير كم من مرة، فأنت إذا أردت رضا واحد هذا لن تحصل عليه، لأنه بنفسه يتغير كم من مرة ويتلون، لأن الخواطر التي تأتيه وتصرفه عما كان يريد هذا شيء واحد. واحد يجلس معك أنا، البقاء على طريقة واحدة شبه المستحيل في بني آدم، لا يبقى على إلا النوادر الذين أعطاهم الله تعالى الثبات. ولذلك تقرؤون في كتاب الله تعالى في الفاتحة في كل صلاة أقل ما يصليه المسلم يلازم الفرائض فقط خمس مرات، خمس صلوات كتبها الله لهم. اهدنا الصراط المستقيم. استقامة هي أصعب شيء يستمر عليه الإنسان. قد يكون الإنسان يعطي أموال، وقد يكون أحيانا ولكن الاستقامة طريق واحد، هذا شيء شبه المستحيل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هذا كون القلب يثبت على هذا الشيء شبه المستحيل إلا الخواص. ولذلك العوائد تغير العقول كثيرا، ولذلك يشير لهم العلامة محمد بابا حفظه الله ورعاه، فإن الاعتياد يغلب اليقين إلا يقين أقوياء العارفين، يغير قلوبهم ويجعل لهم يعني طرق يعني يلتمسون فيها الخير، لأنهم ليسوا عارفين، ولذلك تأتيهم الشبكات وتغير عقلياتهم. لذلك لا تجد واحد ثابت على طريقة، لأنه يتغير يوميا خصوصا في هذه الأيام. وهذه وصية حذيفة بن اليمان، قالوا يا عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع ونفعنا بهم جميعا، قالوا اتق الله ولا تتلون، اثبت على طريقة واحد. هذا واحد يحذر من التلوم، فما بالك بمليارات. إن في رعي القلوب تعبا إن ترضي بعضا، إن ترضي جماعة فر بعض غضبا، بل قد يغضب عليك واحد مما كنت ترضيه بقبل نفسه لأن قلبه تغير. أي مصيب، فكر عن رضا واحد لا يتغير، لا يتغير. رب العالمين سبحانه وجل جلاله لا يتغير. ولي وجهك لكل وجه واحد يكفيك كل الوجوه، هذا رب واحد لا يتغير حاشاه، لا يتغير من صفته أنه لا يتغير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رعي القلوب، رعيت هذه الجماعة الحزب السياسي والتيار الفلاني والمركز الفلاني والمسجد الفلاني، هذا المسجد فيه كلام شخص وفيه كلام أفكار، وهذا أيضا واحد هذا الآخر فيه كلام أفكار، فأنت ستموت في طلب الرضا ما لا يصح رضا. إن ترضي بعضا فر بعض غضبا، ولكن الحرام منهما رعي بخدع أو رياء أو تصنع. لكن العلماء يبينون الفرق بين مراعاة القلوب وحسن الأدب. واحد يمكن أن يكون حسن الأدب ولا يرى أحد، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لأحد في وجهه ما يكره، هذه من طبائع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لشخص في وجهه ما يكره. لماذا؟ إلا إذا انتهكت حرمات الله تعالى وغالب الأمر، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، هذا الأمر خطير جدا. ذلك الذي فعل المسألة سيحسها،
حسن شديدا جدا. ولكنه ما ستقول في موريتانيا ما ستظهر عليه الشمس بين الجميع، ما سيكون مثلا فضيحة واضحة، هو سيتأثر ويعرف أنه مخصوص. وهذا قد جربناه في كثير من الناس، يقول يا فلان كأنك تخاطبنا، فيكون الإنسان هو بنفسه على قلبه حزازة مما هو متضرر به، ويسلم بين الناس حتى لا يفتضح. فهو الغالب أنه يأخذ الحكمة ويعرف أنه مخصوص بذلك الأمر، ولكن يفتضح أمام الجميع. فإن في رأي لا، ولكن الحرام منه ما رعي بخد. أما كانوا يتتلون ما شاء الله فلان أنت كذا، لا تمدح الفاسقين، لا تقول هذا التيار جيد، قل هذا التيار هو أفسد التيار يمشي. لكن لا تقول لشخص من وجه ما يتكره فلان وفلان تتفعل، إلا إذا ما لم يصل هناك مجال لغير ذلك، فيتحكم هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الفاجر بما به ليحذره الناس. صارت هناك مصيبة ما عندنا خيار عنها، ما دمنا نقول لا، ما دمنا نقدر على ما بال أقوام يفعلون كذا فلا بد منها. وإذا وصلنا إلى صورة اذكروا الفاجر بما فيه، فلا بد أن يكون الإنسان حكيما. ليش؟ ما هي العلة؟ ليتغير، ليحذره الناس. فإذا كان الناس يتبعون وتكون أحزاب سياسية، ليحذره الناس ما وجد لي. ليحذره الناس ما وجد، هو ليتبعه الناس، صار كلامك ليتبعه الناس، هذا هو الموجود الآن. إذا ذكرت فاجرا بعينه وقلت فلان ضال مضل، هذا ستتفرق بيئات في أحزاب، سيكون هو حزبه ربما هو الأقوى لأن حزب الضالين هم الأقوى، فيكون هذا خرا. لأن العلة لا بد بفقد العلة يزول الحكم، أي لا بد. هذه المشكلة الكبيرة جدا، هو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلوم العامة هذا هو أخطر فن يدخله الإنسان، فلا بد أن يكون ذا دقة في الأمور، وإلا دخل مآزق يعني يصبح يضل الناس وهو يحسب أنه يهديهم. وللأسف إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري فكيف إذا تدري. ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري، وأنك لا تدري بأنك لا تدري. من أعجب الأشياء أنك تضل الناس وأنت تعتقد أنك تهديهم، هذه مصيبة. أنت ضال مضل تعتقد أنك تهدي الناس، تعتقد أنك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وأنت تهدي إلى 72 يعني طريق يعني في الضلال، وتركت الطريق الواحد المنهج الصحيح. وأن في رعي القلوب تعباء، ولكن الحرام منه ما رعي بخدع ورياين، ما رعي كما يفعل السياد بخدع ورياء وتصنع، يفعل 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 وبعد ذلك يخدع هذا ويتلول لهذا، كما قال حذيفة بن اليمان اتق الله ولا تتلول، خليك على طريقة واحدة، خليك أنت بعد بنفسك على طريقة واحدة حتى لا تكون كل يوم كالحرباء، الحرباء البوية بالحسانية، الحرباء كلما دخلت على شجرة تلونت بتلونها، فإذا كانت الشجرة صفراء صارت الحرباء صفراء، وإذا كانت الشجرة خضراء صارت الحرباء خضراء، وإذا كان بيضاء صارت بيضاء. يتلون ويقول كما تتلون الحرباء، هذا هو حال السياسي. ولذلك يقول القائل خلي السياسة واتركها لطالبها، فالسين سيئة والياء محموم، وإن أردت مزيدا عن طبيعتها فالمد آه وفي التاء تسامم. سياسة أصلها هي إغماض الحق وإظهار الباطل كما قال الشيخ أحمد بن معالي رحمه الله تعالى، وهي كلمة دقيقة وافية بالمعنى، هي إظهار الباطل وإغماض الحق. واحد يتلون كم من مرة ويكذب وينافق ويأتي بأشياء، خلي عنك، لا ترعى قلوب بني آدم، تأدب معهم، اتركهم من ضررك، إذا قدرت على توجيههم فافعل، وإن لم تقدر عليهم دعهم شأنهم. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن والمرء يدأب في تصحيح. قال محمد العاقب بن مياب رحمه الله تعالى المرء يدأب في تحصيل منفعة لنفسه من قبل تحصيل النفع للناس. واحد يسعى في مصلحته قبل أن يبدأ بمصالح الناس. قوا أنفسكم ابتداء وأهليكم نارا، وبعد ذلك إن قدرتم فقل. الله تعالى يقول لكم يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا كنت أنت مسكين عاجز المريض على الفراش عن نفسك وعن أهلك، ما هي فائدتك على الآخرين؟ هذا مسكين يعني يقال له هذا يقال له يعني تجاوز الأمور. يعني شرط البداية شرط النهاية تصحيح البدايات، أنت البداية تجاوزت. هم الحكماء يقولوا شرط النهاية تصحيح البدايات، أنت مسكين عاجز عن نفسك، وأنت العاقل يشغله اشتعال داره عن اشتعال دار جاره. واحد في حريق في داره
دار جاره كيف يفكر عنها؟ ولو كان هو أكرم كريم، أنت ستشتعل دارك تبقى يعني أنت في اشتعال الدار، فكر عن اشتعال دارك قبل اشتعال دار ديار الآخرين. ومبتغي رضاهم، الخلاصة مشكلة، ومبتغي رضاهم رضا الناس وجمع خواطرهم قطعا بلا شك لا ينتظر رضا المصور العزيز، لأن غالب الناس كما قال رب العالمين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، بلا شك. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، ولكن أكثرهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يشكرون، لا تجد أكثر إلا وهم مجرمون، إلا وهم مجرمون. إذن أنت ستبقى في مشكلة. ومبتغي رضاهم رضا الناس لا ينتظر رضا المصور العزيز المقتدر، لا ذنب. أنت إذا تركت رضا الله تعالى والناس لا تقدر على رضاه فأنت ستبقى ما هو أخبرونا ما هي النتيجة. الناس لن تقدر عليهم طبعا لأن قلوبهم متفرقة جدا، وحتى الواحد يتغير قلبه في اللحظات، والله تعالى من يبتغي رضاهم لا يتغي رضاه، وهم معجوز عن رضاهم، فمعنى الإنسان سيبقى صفر اليدين، لا هو 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 بالفروع حاصل، لا هو لا هو بالفروع حاصل، ولا هو درى الأصول بل تغول، وما رجع إلى الأصل هو رب العالمين، ولا رجع إلى هذا الفقير المحتاج ما حصل على رضا، فهو سيبقى في متاهة. فمن توجه، يقول محمد بابا حفظه الله تعالى ورعاه، فمن توجه لغير ربه موجها إليه وجه قلبه حرم من حيث ابتغى نيل الجدى، وذم من حيث ابتغى أن يحمد، فلا ملا ما أخذ أراده وصل، ولا على الخير من الله حصل. فمن توجه قلبه إلى غير الله تعالى موجها إليه خالص كما يفعل السياسي وأصحاب الطمع في الناس، موجها إليه وجه قلبه حرم، ذاك الذي كان يبتغي منه آماله يحرم من تلك الجهة، لأنك أعرضت عن الله تعالى أولا، حرم من حيث ابتغى إلى الأمل، حرم من الجهة التي كان يبتغي منها طلبه، وذم حرم من حيث ابتغى أن يحمد، من حيث ابتغى المحمدة حرم، من حيث ابتغى نيل الجدى حرم، من حيث ابتغى نفع ابتغى الفائدة يحرم، تلك الفائدة لا تأتيه، لأنه وجه قلبه إلى مخلوق والمخلوق عاجز. وذم من حيث ابتغى أن يحمد، كان يريد من يحمده فسيكون ذلك ذما، وهذا شاهدناه، ورب الكعبة أرادوا الحمد من الناس فجاءتهم الملاء، فلا إلى ما قد أراده حصل، ولا على الخير من الله، فلا إلى ما قد أراده وصل، ما وصل إلى ما مراده وما حصل على رضا الله تعالى. فلتكوا لله وفي الله وفر إليه، هذا هو المطلب الوحيد، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، ما ده القرآن واضح، ففروا إلى الله، ما لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فقط هو الملجأ والمهرب منه هو المهرب إليه، ما في شيء إلا الله سبحانه جل جلاله وجلت عظمته سبحانه رب العالم. ومبتغي رضاهم لا ينتظر رضا المصور العزيز المقتدر، تأتي مصيبة أخرى، ومن حباب أمه يرين بقلبه فطبه اليقين، هذا هو أحوال حب الدنيا وكراهة الموت.